منسوخ في القرآن الكريم معناه كما يقول بعض المغرضين أن الله سبحانه وتعالى وحاشاه يتردد فيقول آيات ثم ينسخها بآيات أخرى؟ لماذا يعطي المسلمون ويعطى المسلمون نتيجة الحروب الغنائم والأسلاب؟ هل هذه تعتبر سرقة كما يقول بعض المغرضين أيضا؟ مسألة المؤلفة قلوبهم، هل ليست هذه العملية التي تتم الآن على سبيل الرشوة؟ أن المسلمون يعطون هؤلاء الناس أموال لكي يدخلوا في دين الله يتألفون قلوبهم؟ كيف نفهم هذه الأمور في سياقيات الشريعة الإسلامية؟ ولماذا يثير المثيرون والمغرضون مثل هذه الطرهات والأكاذيب التي لا تثبت والأباطيل حول دين الله سبحانه وتعالى خصوصا في هذه الأيام؟ هل هذه هجمة ممنهجة؟ هل هنالك اتجاه وأجندة خاصة لمحاولة خلخلة ثوابت الدين الإسلامي قرآنا وسنة في هذا العصر بالذات؟ ماذا تصنع المؤسسات الدينية وماذا يصنع صانع القرار السياسي والديني في جمهورية مصر العربية والدول العربية والإسلامية؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج القضية، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة فضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك، نفع الله بك، الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. والله تعترينا قشعريرة وهزة من الداخل يا مولانا لما يحدث للهجوم والاجتراء على الدين الإسلامي ممثلا في القرآن والسنة. كيف يعني قبل أن نبدأ الحوار مع فضيلتكم، كيف تشخص هذا الأمر خصوصا إذا خرج من بني جلدتنا من المسلمين أنفسهم من يهاجم ثوابت الدين الإسلامي؟ هي سنة ماضية، ليس هذا بجديد، بل هي سنة ماضية، سنة ماضية لأهل الكفر ولأهل النفاق، لأهل الكفر ولأهل النفاق، تشكيك في الدين وتشكيك في الثوابت. تمام. ولقد قال الله سبحانه وتعالى عن أقوام شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهناك فئة من أهل النفاق وإن نطقت بألسنتها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها تضمر كراهية لهذا الدين، وفئة أخرى جاهلة بهذا الدين. فمن ثم وكما قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وكما قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فالجاهل بالشيء قد يعاديه. ولعلني أذكر قصة حدثت لمسلم. مسلم هم محب لدينه، مسلم محب لدينه. خاطبه بعض النصارى قائلا: رسولكم كان يشرب الخمر صلى الله عليه وسلم. قال: كيف ذلك؟ قال: عندكم في صحيح مسلم أن النبي قال لعائشة، هو يدعي، ناولين الخمر من المسجد. فالرجل المسلم الذي هو على نوايا لكن علمه قليل قال: الحديث مكذوب وليس في مسلم. الحديث في مسلم، الله أكبر. لكن الخلل في ماذا؟ أيوة، ناولين الخمرة من المسجد، الخمرة السجادة التي الخمرة شيء يصلى عليه. فبدل ما يقول الخمرة قال الخمرة، وحملها على الخمرة، واصف الرسول بأنه يشرب الخمر. شاهدي أن المسلم لقلة علمه وهو يحب الرسول عليه السلام، بدليل أنه نفى عن الرسول هذا وضعف المنسوب، لكن لجاله نفى الحديث لفهمي على غير وجهه. والله أعلم، بارك الله فيكم. يعني بيد أن الأمر لا يسير على وتيرة واحدة، هنالك من الجماعة الليبراليين والعلمانيين من يكبر منزلة العقل، وربما يتصادم العقل مع بعض النصوص الموجودة أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة. بداية، منزلة العقل في الإسلام كيف ترى فضلتكم؟ هذا العقل مقدم على النقل أم النقل مقدم على العقل أم الجمع بينهما؟ هم لا يختلفان، العقل الصحيح مع النقل الصحيح لا يختلفان. رائع. العقل الصحيح نعم مع النقل الصحيح لا يختلفان أبدا. تمام. أما العقل السفيه هو الذي يختلف، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما حول القبلة قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لهؤلاء لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالذي عقله صحيح يقول: الله يأمر فأنا أتبع، ينهى فأنا أنتهي. تمام. هذا العقل الصحيح يسمع كلام الله ويطيع. تمام. لكن العقل السفيه يرد كلام الله فسفه نفسه لهذا.
فالعقل الصحيح لا يختلف مع النقل الصحيح أبدا. طيب هم يعرضون بعض المسائل على العقل، مثلا مسألة الناسخ والمنسوخ، يقول ألا يدل هذا على حاشا لله تردد من الله عز وجل في أن يقول آية ثم ينسخها ثم؟ أبدا ليس بتردد أبدا أبدا، بل هذا عين الصواب لا نشك فيه. أولا لأنه كلام الله، تمام، وربنا سبحانه أرحم الراحمين أحكم الحاكمين سبحانه علام الغيوب، فهذا أولا وابتداء لأنه كلام الله. ثانيا إذا ضربت مثلا من الأمثلة العامية التي تدركها أنت وأدرك هؤلاء المغفلون، إذا أنت مرضت في زمن وذهبت إلى طبيب فقال لك لا تأكل سمكا اليوم وغدا وبعد غد، ويحدث كثيرا، وأنت تثق في هذا الطبيب وطبه سليم، فامتنعت وفيت بعض الشيء ذهبت إليه في اليوم الرابع قال كل سمك كل لحم كل بيض، فهل أنت تصف الطبيب بأنه مجنون؟ لا، أو أنه رأى الحالة المناسبة لك فوصف لك أولا ما يناسبك ومنعك مما يضر بك. سليم، الله يعلم أحوال عباده سبحانه. في أوقات يشرع لهم شرائع، في أوقات أخرى يرى أن هذه الأشياء لا تناسبهم الآن فيخفف عنهم أو يزيدهم. وعلى هذا حتى اليهود الذين أول من اختلقوا فكرة عدم النسخ يقولون به ضمنا، فنقول لهم من الذي كان يتزوج في عهد آدم لما ولد آدم ذكورا وإناثا؟ تمام، ألم يكن الولد يتزوج بأخته؟ سليم، كلاهما ابن آدم. نعم صحيح، كلاهما ابن آدم صحيح. تقرون بهذا أو لا تقرون؟ قالوا نقر. طيب إذا أقرتم بهذا هل هذا في دينكم الآن؟ لا. قالوا لا. نعم. قالوا ليس في الدين. طيب على تنزلا على أن الذبيح عندكم هو إسحاق، تمام، الذي أمر إبراهيم بذبحه عليه السلام. نعم عليه السلام. أمر إبراهيم بذبحه كما تقولون، كما يقول الله سبحانه، كما قال إبراهيم لولده لابنه، وبعد تله للجبين بإقرار اليهود، اليهود يقولون بذلك، لكن يقولون إنه إسحاق، فهل نسخ الحكم الأمر بالذبح أم لم ينسخ؟ رائع، لم ينسخ، نسخ الحكم، نسخ الحكم. نعم، كان أمر أن يذبح قل له خلاص نزل قد كبش، صدقت الرؤية، قد صدق، نزل كبش يذبح الكبش مكان ولدك، هو مأمور في أول الأمر بماذا؟ بالذبح، بأن يذبح ولده. سليم، فالعقل الصحيح يقول بإمكانية النسخ. أنا رأيتك ضعيفا في هذا اليوم، الله، معذرة فضلت، نعود إلى قصة الذبيح إسحاق كما يدعمون هم، أيه، لو أن الأمر لم ينسخ لذبح سيدنا إسحاق، لذبح رائع، لأنه أمر، بارك الله فيك، الله يبارك فيك، جيد جيد، ويقرون بنسخ الحكم هنا بدليل أن سيدنا إسحاق عاش، هم يقولون ما اتذبحش ولا حاجة. نعم نعم، هم يقولون فدي إسحاق بذبح عظيم، نحن نقول فدي إسماعيل بذبح عظيم، رائع، هم يقولون فدي إسحاق، على أي حال فدي، فدي إسحاق، يعني نسخ الحكم، إذا نسخ الحكم، نسخ الحكم. نعم. إذا النصارى كذلك يقولون إن الإنجيل نسخ شيئا من التوراة، الإنجيل نسخ شيئا من التوراة. فالحاذق والعاقل حتى في الدنيا، أنا عندي، افترض لله المثل الأعلى، نعم، عندي عمال، وجدت هذا العامل اليوم، قلت للعمال كلكم غدا تفعلوا كذا وكذا، كل واحد مكلف بنقل 1000 حجر من مكان لمكان، تمام، وجدت غدا واحد مريض، قلت لا هذا المريض أنت لا تفعل، لا تفعل، أنت لا ينسحب عليه الحكم، هل أنا الآن أوصف بأنني متناقض أو أنني رحيم؟ رحيم، وصفت بأنني رحيم، رحيم. فربنا أرحم الراحمين، يرى حال الناس، تستدعي أمرا في وقت يسرع لهم في هذا الوقت ما يناسبهم. الرسول في مكة هو طائفة قليلة، حال استضعاف، نعم، كفوا أيديكم لا تقاتلوا، بعد ذلك أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بعد ذلك أمر وهكذا. سليم، نعم، هو يعني ما هو تعريف الناسخ والمنسوخ فضيلة الإمام؟ الناسخ إبدال حكم بحكم جاء بعده متراخي بعده في الزمن، هو أصله النقل، أصله مش النسخ، النقل، الكتابة أو النقل، لا، أصل معنى كلمة الناسخ، تمام، النسخ النقل، لكن في الإصطلاح الشرعي النقل أو الانتقال من حكم إلى حكم آخر بناء على نص نزل بعد
النص الأول. تمام. فله شروط أن يعلم المتقدم من المتأخر. تمام. لا نصير إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، أن تتكافئ الطرق إذا كان الأمر في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. يعني متى نصير إلى النسخ؟ إذا عجزنا عن الجمع بين الآية والآية الأخرى، وإذا علمنا الآية التي نزلت قبل الآية التي قبل أختها. نعم، قبل أختها. هذا هو النسخ والمنسوخ. النسخ قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون. طب وإذا أقررنا بالنسخ والمنسوخ، ألا يخشى ما يقولون في أن هنالك آية لكنها حذفت: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى؟ وهذه الشبهة أيضا مطروحة، وقالوا أنها نسخت لكنها محيت. عفوا، في أمران يتعلقان بالآية المذكورة. نعم. أولا، ثبوت الأسانيد هو منازع ليس لها إسناد ثابت. تمام. نعم، قد يحسنها البعض بمجموع الطرق. وقد يبقيها البعض في حيز الضعف. تمام. قد يبقى البعض في حيز الضعف. هذا فيما يتعلق بما ذكرت. لكن كتفصيل للنسخ، هناك نسخ للألفاظ مع بقاء الحكم. نسخ للألفاظ مع بقاء الحكم. كالرجم. تمام. كالرجم. كانت ثم آية على ما يذكره أهل العلم: والشيخ والشيخة إن زنا فرجمهما البتة. نسخ الحكم، نسخ اللفظ مع بقاء الحكم لأن الرسول رجم وعمر رجم وعلي رجم. طب هو يستدل على بقاء الحكم من أين فضيلة الإمام؟ طالما نسخ اللفظ من فعل رسول الله ومن سنة الرسول. من سنة خذوا الله. عني خذوا عني الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. رائع. وفعل الصحابة بعد رسول الله. تمام. كأبي بكر وعمر، كعفوا كعلي، عمر وعلي رضي الله عنهما، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقائع. تمام. نعم، هذا نوع من أنواع نسخ اللفظ وبقاء الحكم. نسخ اللفظ مع بقاء الحكم. تمام. والثاني العكس، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ. في مثل ماذا؟ في مثل قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نعم. يعني التي تموت. أيوة. تمكث في بيت الزوجية سنة لا تخرج. نسخ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. مثل قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. نسخت: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت. مثل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأول في الصيام من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكين. كان على التخيير. ثم نسخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم. والله كلمة تحيرني في استطراد جانبي إذا أذنت لي فضيلة الإمام: وعلى الذين يطيقونه. معنى يطيقونه ماذا؟ معنى يطيقونه عند الجمهور على ظاهرها. نعم. يتحملون صيامه. طيب. كان مرخصا في أول الأمر. في أول الأمر: إما أنني أصوم أو من حقي أفطر، لكن مكان الإفطار إطعام مكان كل يوم المسكين. فكانت يطيقونه على ظاهرها. على الذين يستطيعون صيامه إن أرادوا أن يفطروا أن يطعموا مسكين، من أرادوا أن يصوموا صاموا. الأمر بالخيار يعني. كان الأمر بالخيار. تمام. فنسخ بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فأصبح لزاما. ابن عباس رأى رأيا آخر في الآية، فأو حمل الذين يطيقونه على الذين لا يستطيعون صيامه إلا مع المشقة، كالشيخ الكبير والمرضى والحامل. لكن جمهور الصحابة حملوا يطيقونه على ظاهرها. وقالوا كان الأمر في الأول على التخيير. يعني فسر الطاقة هنا بالمشقة، بتحمله مع ابن مشقة. ابن عباس. كان ابن عباس، لكن الجمهور على بابها. الإطاقة التحمل. لكنه في مثلا كما تفضلت في الآية السابقة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن عندنا في وسع وعندنا طاقة النفس، ربما الطاقة تتحمل أكثر، يكون فيها ضغط وعناء، لأنه في وسع الإنسان يستطيع أن يعمله بكل سهولة وأريحية. هل نذهب إلى رأي ابن عباس؟ هي آيات البقرة هي التي نسخت بعضها آيات خواتيم البقرة. يعني كان في أول الأمر الصحابة أتوا إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، بالصلاة فصلينا،
بالصوم فصمنا، بالصدقة فتصدقنا، لكن جاءت آية لا نطيقها. قال ما هي؟ قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. فنفوسنا تحدثنا بأشياء لا نستطيع أن نمنع نفوسنا من الحديث بها. تمام. يعني في النفس مقذوفة في نفسي. تمام. قال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الناسخة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب، إلا عملته تساب عليه من الخير. تمام. والذي عملته من الشر تعاقب عليه. يعني الإنسان لا يحاسب على النوايا، النوايا الداخلية، الخواطر، العوارض. يعني النوايا فيها تفصيل أيضا. أيضا يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمته ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث النفس الخاطر بضابطين، الخاطر. ما لم تتكلم أو تعمل. أو تعمل. لكن أحيانا يكون هناك عزم للقلب، ليس خاطرة خطرت مرت، لكن هناك عزم للقلب. كما قال تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. تمام. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فهناك أمور تمر على القلب لا يستجمعها القلب ولا يعزم العمل عليه، ولذلك الحاسد مذموم وآثم وقد يعذب. صحيح. وعمله في القلب. في القلب. والذي يحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا يعذب. والحب محله القلب. محله القلب. سليم. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك. صاحب الفضيلة فضيلة الإمام الشيخ مصطفى العدوي، يعني ظهر في الأونة الأخيرة وكأنها حملة ممنهجة لها أجندة خاصة. الألمانيون المجرمون. صريحة. نعم. الألمانيون من أهل الإجرام. يكرهون الدين ويكرهون الإسلام، وصاحبهم مجموعة من الليبراليين الأسم الظلم المجرمون من أمثالهم، يريد لا يبغون عوجا، وهؤلاء الأشكال والأصناف على الدوام يبغون عوجا. طيب الليبراليين والعلمانيين نفهمهم، لكن ما ظن فضيلتكم في خريج أزهر محسوب على المؤسسة الأزهرية يرتدي لباس الأزهر وعمامة الأزهر، يتكلم في الدين وينال من البخاري حتى يصف الأحاديث بأنها أحاديث مسخرة، عذرا لللفظ لكن هذا نص كلامي، ويسخر مسألة سحر النبي عليه الصلاة والسلام ورضاع الكبير. ما رفضلكم نشاهد هذا الفيديو حتى يكون بالصوت والصورة ثم نتابع اللقاء مع فضلاتكم. تفضل شاهدينا، كونوا معنا. حقيقة الأمر أنا لم أقل أن كتاب البخاري مسخرة، هي كانت حلقة تلفزيونية، الضيف يقول أحاديث موجودة في البخاري بالأمس في قناة المحور، وصفتها يعني حتى وصف هذه الأحاديث بأنها مفخرة للإسلام، فقلت أن هذه الأحاديث مسخرة فأول الأمر. ثانيا الإمام البخاري أجله وأحترمه كعالم، ولكنه بشر ليس بمعصوم، ليس بمقدس، كتابه ليس معطى سماوي ككتاب الله الكريم. يقول البعض أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب البخاري، وهذا ظلم وافتراء على الله سبحانه وتعالى. البخاري بشر اجتهد فأصاب، ابتدأ بجمع الأحاديث وهو عنده 16 سنة وانتهى وهو عنده 38 سنة، لم يكن عربيا بل هو من بلاد أقرب إلى بلاد الهند، له ما له وعليه ما عليه، لا نقدسه لأن المعصوم في الإسلام واحد فقط هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال يا سيد الفاضل، حينما أرى الإمام البخاري كقيمة وقامة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر على يد لبيد بن الأعصم، تم سحره على يد لبيد بن الأعصم، وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتيه، يعني يتهيأله أنه بيعمل حاجة وهو ما بيعملهاش، وكمان كان يخيل إليه كما روى البخاري عن السيدة عائشة أنها قالت وكان يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. طيب هذا الحديث إن أنا سلمت به كمسلم سأعطي فرصة للملحدين ولغير المسلمين أن يطعنوا في صحة الوحي، لأن طالما النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحور وبيخيل له يبقى كان بيعمل حاجات مش واعي عنها، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك ومعصوم عن ذلك، وهذا الحديث يخالف القرآن الكريم. القرآن الكريم بيقول إيه؟ وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا،
يبقى من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور أن يقوم بالسحر أو أن الناس قد سحروا له فهو ظالم يفتري على الله سبحانه وتعالى. ثانيا حينما أفتح كتاب البخاري في القرن الواحد والعشرين وأجد حديث يقول أن قرد وقردة قد قام بجريمة الزنا فترجمهم من قبل القرود. الحديث موجود في صحيح البخاري عن ابن مهران ابن ميمون. هل يعقل أن قرد هو عند القرود فيه جريمة زنا؟ هو القرود بتوثق الزواج عشان يعرف مين القردة فلانة متجوزة القرد فلان. ثالثا حديث رضاع الكبير، يعني لما السيدة عائشة تقول في صحيح مسلم والبخاري والموطأ في مالك في رضاع الكبير، لما تقول لها السيدة أم سلمة تقول لها زينب بنت أم سلمة تقول لها كان بيدخل عليك الأبقع فابقي أرضعيه، فقالت لها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حذيفة لما كان بيخش عليها سالم أرضعيه. حديث رضاع الكبير اللي هو يعني فضيحة للإسلام وللمسلمين. فقامت السيدة عائشة بقت تنصح أختها وأخواتها وأبناء أخواتها حتى يكون محرما عليك يعني. لا يا أستاذ وائل، ده مش رضاع للأطفال، ده حضرتك مثلا هتيجي عند والدتي وأنا مش موجود وما فيش محرم في البيت، فوالدتي ترضعك من ثديها حتى تدخل عليها، وده نص الحديث، نص الحديث موجود كده في الموطأ ومسلم. هذه الكتب كتب الأحاديث، ما لنا لننقيها ونغربلها بدلا من أن يسخر الناس منا ويضحكوا علينا ويقولوا يعني. طيب تتخيل حضرتك، ما رأيك في من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حاول للانتحار أكثر من مرة؟ إيه رأي حضرتك؟ حكمه إيه؟ البخاري يقول في كتاب بدء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم في فترة فتور الوحي، لما جبريل بطل يجيله 6 شهور فترة فتور الوحي، كان يصعد إلى قمم الجبال وكاد أن يتردى أكثر من مرة لولا أن جبريل منعه. طب نصدق ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الأحاديث أليست موجودة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي كتب التراث؟ عدنا لحضرتكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ومع نرحب بصاحب الفضيلة العالم الجليل فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، صاحب الفضيلة فضيلة الإمام. تعقيب فضيلتك على ما تفضل به الأخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. فدائما بارك الله فيك، وأذكر السامعين بأن من يجهل شيئا يعاديه، نعم، بقول الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، نعم، ولما يأتيهم تأويله. أولا ما قال أحد من أهل العلم قاطبة أن البخاري نبي وأنه معصوم، أبدا، بل هو إمام عالم بشر، نعم يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم كسائر البشر، لكن اتفقت الأمة على إمامته وعلى علمه وعلى إمارته في الحديث، فيقولون أمير المؤمنين في الحديث، تمام. فإذا كان ثم كتاب وسلمنا على سبيل المثال أنه انتقدت عليه نسبة مئوية 1% و99% صحيح، هل هذا سبب للطعن فيه؟ هذا بداية. نعم. إمام شهد له بالخير والعدل وشهد له بالإمارة في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث وإن رغمت أنوف أقوام. ثانيا لا يشينه أبدا كونه ليس بعربي، نعم، كما هو محل غمز. فرب العزة يقول فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال رب العزة سبحانه وتعالى أيضا في كتابه الكريم، قال إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. فإذا نكل العرب عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أيد الله هذا الدين بأقوام ليسوا بعرب. ومن الذي ذكر به أن أصحاب الكتب الستة الذين تتلقى الأمة كتبهم على بعض الانتقادات في بعض الأحاديث، ستتهم ليس بعرب: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، أبو داود سجستاني، ابن ماجة قزويني، الترمذي من ترمز، النسائي من نسا، البخاري من بخارة، مسلم من نيسابور. وما أثار هذه النعرة، نعرة التفريق بين العرب وبين المسلمين الذين ليسوا بعرب، إلا قوما
إلا قوم من الجهل بمكان كبير، إذ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثالثا أقول على بعض الأحاديث التي ذكرها وينبغي أن يقدم لمحاكمة من أجل قوله إنها مسخرة للإسلام، فهذا اللفظ من البذاءة بمكان عظيم، وينبغي أن يحاكم مثل هذا القائل على هذه الأحاديث بأنها مسخرة لكونه لم يفهمها، فهذا طعن في أئمة الدين وطعن من ثم في سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لكونه لم يفهمها. فأقول على سبيل المثال ذكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيما ذكر لبيد الصواب لبيد، وإن كان تفضل عن هذا لبيد بن الأعصم، لكن هذه لا تضر. إذا كان كلف نفسه وقرأ شروح الأحاديث وماذا قال أهل العلم في الحديث، ماذا قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، اقرأ إذا كنت تقرأ شرح الحافظ ابن حجر فتح الباري، اقرأ شرح النووي لمسلم، اقرأ أي كتاب تناول الحديث بالشرح من كتب السنة. السحر حديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام، نعم تحديد. سحر النبي عليه السلام، السحر السند ثابت لا مطعن فيه، والحديث صحيح، والحديث ثابت الإسناد لا مطعن فيه، تمام. لكن يبقى كيف يفهم، فكان من الأولى بالمتكلم أن يسأل أهل الذكر سواء المعاصرين أو يسأل المتقدمين الذين شرحوا الحديث ما أقوالكم في هذا، لأن السند ثابت. هو يقول غرب للحديث ظن أنه لا خبرة له بالسند، لا يا غبرة له بالسند، أقرأ ماذا قال العلماء في هذا الحديث. العلماء يقولون السحر أنواع، السحر أنواع. سحر يؤثر على تبليغ الشريعة نوعا، سحر يؤثر على الرجل في باب المعاشرات الزوجية، يخيل الربط يعني. يسميه البعض الربط، يسميه البعض أي شيء. فالسحر درجات ومراتب، حتى إن النبي قال إن من البيان لسحرا، إن من البيان الكلام لسحرا، إن فالسحر درجات ومراتب. فالدرجة التي تؤثر على رسول الله في تبليغ الشريعة منتفية، ننفيها تماما، لم يصحر النبي سحرا يؤثر على تبليغ الشريعة، لأن الله قال في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال في كتابه الكريم في شأن الذكر الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى في آيات من سورة فصلت وآيات من سورة الجن تنزيل من حكيم حميد، فآيات فصلت لا يأتيه الباطل أي الشيطان من بين يديه أي عند النزول، ولا من خلفه يعني من بعد النزول، فالشيطان لا يأتي الكتاب العزيز لا عند نزوله ولا بعد نزوله صلوات الله وسلامه على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى في آية الآيات الأخيرة من سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ملائكة يحرسون. فالسحر المؤثر على تبليغ الشريعة لم يمس النبي أبدا، بل قلبه وفؤاده مزكى صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى. أما الذي هو كسائر البشر فيه، النبي مرض كما يمرض الناس، بل أشد مرض وأشد من ماذا؟ من مرض الناس. إنك توعك كما يوعك رجلان. سقط الرسول من على فرس فجحشت ساقه، شج رأس النبي يوم أحد وكسرت، يعني جحشت ساقه مولانا، جحشت ساقه، خدشت يعني، خدشت خدش قوي يعني، صلى الله عليه وسلم، نعم. جحشت ساقه، شج رأسه يوم أحد، كسرت أسنانه المقدمة يوم أحد، سال دمه يوم أحد صلى الله عليه وسلم. فالشيء الذي يعتري البشر، الرسول بشر، نعم الرسول بشر، الذي يعتري البشر وليس له تأثير على تبليغ الشريعة، الرسول فيه كسائر البشر، إلا ما استثني بالنص. فإذا قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، ليس متعلقا بتبليغ شريعة الله سبحانه وتعالى، فهذا مما يعتري البشر. إذا قال قائل الرسول أصيب بالهم والحزن الشديدين يوم أن قتل جعفر، ثبت هذا في الصحيح، جلس يعرف في وجهه الحزن يوم أن مات جعفر،
فالرسول قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، وحزن على سيدنا حمزة أيضا، وحزن على حمزة. نعم. فالذي يعتري البشر يعتري الرسول. في جانب تبليغ الشريعة الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. كذا قال أهل العلم، ولا إشكال أبدا في هذا، بل إن النبي قال وهو سيد ولد آدم وأفهم الناس للقضاء، قال لأصحابه إنكم تختصمون، إنكم تختصمون لدي، وإنما أنا بشر أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار إن شاء قبلها وإن شاء ردها. فقد يقضي النبي بناء على سحر في الكلام، بناء على صحيح. واحد ملحن بالحجة، يقضي النبي له بالحق والحق في جانب الرجل الآخر سليم. فلذلك قال الرسول هذا. يعني الفقهاء فسروا أن سحر النبي عليه الصلاة والسلام حدث، قالوا السحر مراتب ودرجات، لكن مع إتيان أهله فقط، مع إتيان يخص أهله فقط. نعم صلى الله عليه وسلم. لا ينسحب إلى أي وحي، لا ينسحب إلى أي وحي. وتفسير قول تبارك وتعالى إن يتبعون إلا رجلا مسحورا، تفسير رجل مسحورا كيف؟ رجل؟ أولا أنت لا تستطيع أن تعارض الحديث بهذا لعلة أولى، أن الآية نزلت في مكة، الآية نزلت في مكة، آية الفرقان. نعم. وسحر النبي كان بالمدينة صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع أن ينزلها عليها، لأن هذا باب وهذا باب آخر، وهذا باب آخر. رائع. نعم. رائع. نعم. مسألة رجم القردة، وهذا القردة بالفعل مكلفين، أولاً هذا حديث أم غير حديث؟ هو ليس بحديث أصلاً، لكنه هذا من كلام أحد التابعين، ولا نكذبه أيضاً، هو كلام أحد التابعين. يسموها بلاغات يا مولانا ولا يسموها؟ يسمها مقطوعات. مقطوعات يعني في الحديث إذا نسب إليه الرسول. أيوة. بعد إذن فضلتك، أنا أود من فضلتك حتى نبذة سريعة عما جاء في البخاري، هل كل البخاري أحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، أم في أحاديث وبلاغات ومقطوعات وفضائل وكذا؟ فيها في البخاري أحاديث مسندة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان حتى ينتهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي على شرط البخاري، هذا حديث على شرط البخاري. تمام. لكن أحيانا تأتي أحاديث بدون سند، يقول البخاري قال رسول الله بدون سند. تمام. ليس على شرط البخاري، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيفا. اسمه معلق. معلق. اسمه معلق. تمام. قد طب والحديث الأول اسمه إيه؟ اسمه متصل. متصل. متصل مرفوع. والثاني معلق. متصل مرفوع. تمام. يعني قد يأتي البخاري يحذف شيخين أو ثلاثة، يقول مثلا قال عمر قال رسول الله، وليس هناك سند من البخاري إلى عمر. تمام. يسمى معلق. تمام. يسمى معلق. ليس على شرط البخاري. قد يكون الحديث موقوف، يذكر البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، لا يقول قال رسول الله، يسمى موقوف. يسمى حينئذ موقوف. موقوف. فالذي على شرط البخاري، البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأفعاله. فالذي ليس بمتصل مسند من البخاري إلى الرسول، إلى الرسول، ليس على شرط البخاري، ولا يعاتب البخاري عليه أصلا. وهذا الذي ذكر رجم القردة ليس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحديث عن رسول الله، وليس بكلام صحابي، إنما كلام تابعي جعفر بن ميمون قال رأيت قردة اجتمعت عليها القرود ورجمناها. وقال مهران بن ميمون. عموما فالشاهد من هذا الكلام أنه قول تابعي من التابعين، ليس بقول صحابي وليس بقول رسول الله. تمام. ولا يستبعد هذا، وليسأل علماء الحيوان أيضا، فإنهم يقرون أن من الحيوان حيوان غيور جدا، وحيوان ديوس كالخنزير، وكما يقول ابن القيم أكلت العرب لحوم الإبل، فكان في الأعراب أكلت الأعراب لحوم الإبل فكان فيهم الصبر والحقد، وأكلت الترك لحوم الخيل فكان فيهم الشراسة، أكلت الروم لحوم الخنزير فكان فيهم الدياثة. عجيب. فالمطعمات لها تأثير. وليسأل أهل الاختصاص في هذا، الاختصاص في هذا، قبل أن يضاعف شيئا. يعني إذن يعني حديث رجم القردة ليس بحديث أصلا، لكنه قول تابعي، قول تابعي، وقول موجود في صحيح البخاري. نعم. لا يجعله منسوبا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتقي إليه. قطعا ليس كلام رسول الله قطعا. هو لم يدرس هذا الكلام، ولا ننكره أيضا، لأن هذا ثقة مأمون، راويه ثقة أوثق من المتكلم.
تمام. يعني عند أهل الحديث المتكلم ليس له ذكر ولا أحد يعرفه، إنما يعرفونه بأشياء لا تحمد عواقبها. تمام. لكن الأول ثقة مأمون. نعم. الأول صحيح. شهد له العلماء بذلك. صحيح. فالذي شهد له العلماء بذلك قوله موثوق. تمام. واسأل أهل الحيوانات والمختصين بها سيفيدونك علما جهلته. يعني هنالك نقطتان أخريان تكلم عنهما، لكن نتلقى رد فضلاتكم عليهما بعد الفاصل. مسألة رضاع الكبير وتردي النبي عليه الصلاة والسلام من شواق الجبال، هل كان يحاول الانتحار بالفعل؟ هي ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل. ابقوا وكونوا معنا. سنعود.